رياضية. مشاهدي أوريزون تيفي لما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الإخباري زوم سبور. والبداية باليوم الدراسي حول تطوير المسابقات والبنية التحتية الخاصة بكرة القدم الذي عقد يوم السبت الماضي بالمغرب، حيث ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشراكة الاتحاد الإفريقي الكاف. ونظم يوم السبت الماضي، ترأسه رئيس الفيفا إنفانتينو وكذلك مجموعة من الأعضاء ممثلي الاتحاد الإفريقي، وإضافة إلى رئيس الكاف أحمد أحمد ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وذلك بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. رئيس الاتحاد أو رئيس الفيفا إنفانتينو أبدى إعجابه بالتجهيزات الحديثة والاحترافية لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث بات يضاهي أكبر المنشآت العالمية، واعتبره إضافة لكرة القدم المغربية وكذلك الإفريقية. كما اقترح رئيس الفيفا أن تلعب نهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات كل 4 سنوات عوض سنتين، كما عبر عن رغبته في إحداث ثورة في عالم كرة القدم الإفريقية من حيث المسابقات والبنيات التحتية، وجعل مسابقة عصبة أبطال إفريقيا مسابقة تجني عشرات المليارات من الدولارات. وتقدم رئيس الفيفا بمقترحات يكون فيها الاتحاد الدولي طرفا في تقديم الدعم المالي، معتبرا أن هذه المقترحات ستحول أنظار العالم إلى المسابقات الإفريقية. واعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها أو تعاني منها كرة القدم الإفريقية هو التحكيم، إذا تكلم عن هذا الموضوع، وأن التحكيم يعتبر من بين أبرز المشاكل التي تواجه كرة القدم الإفريقية، متعهدا في الوقت ذاته بتطوير التحكيم في القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة وإعادة التنافس للبطولات الإفريقية. وأكد إنفانتينو أنه سيعين 20 حكما إفريقيا في الاتحاد الدولي فيفا بعقود احترافية، والعمل على تطويرهم للحد من الأخطاء التحكيمية الواضحة والمتكررة في البطولات الإفريقية. ونعود إلى الفرق المغربية مشاهدينا، التي تأهلت إلى الدورة الموالي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الرجاء يفوز على فيتا كلوب بهدف دون رد هنا بمركب محمد الخامس، ويواصل تألقه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ليتأهل في المركز الثاني. نستمع للاعب بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي ويتكلم عن هذه المواجهة. اليوم كانت عندنا مقابلة شكلية، مقابلة لكن المبتغى ديالنا اننا ندخلوا لها بواحد الجديه وواحد احترافيه باش ناخذوا منها 3 نقاط. الحمد لله استطعنا اننا نسجلوا في بدايه المقابله، الشيء اللي خلانا اننا نزيروا المقابله بالريتم اللي بغينا، حافظنا على الكره في اكثر من مناسبه. كنبغي نشكر اللاعبين على المجهود ديالهم، كنبغي نشكر الجماهير ديالنا على الدعم الكبير اللي كيقدموا لنا طيله الموسم. كنتمنى اننا نهيو لهم شي لقب ولا لقبين ان شاء الله. لا كنظن بان عمل المجموعه هو اللي كيأهل فريق الرجاء، لان فريق الرجاء ما وقفش على لاعب ولا مدرب، وقف على مجموعه. الحمد لله اليوم كنتوفروا على مجموعه اللي كتمثل بالنسبه لنا عائله كبيره ديالنا، جميع مسجلين تحت اسم فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه للاهداف كنظن بانها كتبقى فرحه شخصيه وفرحه فرديه بالنسبه لي، ولكن الاهم هو انتصار فريق الرجاء البيضاوي. ودائما بخصوص دوري ابطال افريقيا، فريق الوداد الرياضي عاد بهزيمه من جنوب افريقيا امام سان داونز الجنوب افريقي بهدف دون رد. الفريق الاحمر تاهل مسبقا الى الدوره المواليه. الفرق التي تاهلت في صداره المجموعه مازيمبي النجم الساحلي التونسي، سان داونز والترجي التونسي، فيما المركز الثاني الزمالك الاهلي والوداد والرجاء. ومن دوري ابطال افريقيا الى كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، فريق الحسن والنهضة البركانية يتأهل إلى الدور الربع وهم يتصدر المجموعة، إذ الفرق التي احتلت المركز الأول هناك بيراميدز وكذلك حورية كوناكري، بالإضافة إلى النهضة البركانية وحسنية أكادير الذي انهزم أمام بارادو الجزائري ب3 أهداف دون رد. نستمع لسفيان بوفتيني لاعب حسنية أكادير ويتكلم عن المباراة. كان
والتأهل مبروك علينا التأهل، ولكن في هذه المباراة هذه ما ظهرناش بشكل جيد. تنعتذروا للجماهير ديالنا، كنا عارفين المباراة ما غاديش تكون سهلة، سيرتو الخصم تيقلب على بطاقة التأهل، وهذا الشيء ما سمحش لنا حنا كلاعبين فريق حسنية أكادير أنه يسجل عليك ثلاثة أهداف في مدينة أكادير في أدرار. تنعتذروا على هذه النتيجة هذه، لما تتشرفش اللعبة ديال حسنية أكادير ولا الفريق حسنية أكادير. إن شاء الله غادي نساوى هذه المقابلة هذه ونحاولوا نساوى. عندنا مقابلة اليوم الأربعاء، غادي نفكروا فيها ونجتهدوا ونخدموا على نقاط الضعف ديالنا ونحاولوا كيف قلت لك نساوى هذه المقابلة اللي ما كانت جيدة بالنسبة لنا وما دارناش بشكل جيد فيها. وعلاقة دائما بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الفرق التي تعالت في المركز الثاني هناك المصري البورسعيدي زاناكو زامبي إنبا النيجيري والنصر الليبي. فريق النهضة البركانية يشار إلى أنه تعادل مع فريق زاناكو بهدف لمثله عفوا في المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان. نستمع إلى المدرب طارق سكتيوي يتكلم عن هذه المباراة التي لم يكن فريق النهضة البركانية في مستواه المعهود. حقيقة أننا خرجنا برومي، ولكن بكل صراحة يمكن أسوأ مقابلة درناها في الكاف منين بدينا ضد فريق أشانتي جولد حتى الآن. كتبقى لاتيتود ديالنا بكل صراحة ما كانش كوم دابيتود، رغم أننا نبهنا لهذه القضية هذه، ولكن كنا لأن لاتيتود ما كانش كوم يلفو. لفيت أننا كنا ديجا كاليفي، كانت ديجا لعبة في الراس، وجعلت أننا ما نكونوش بدك لاغريسيفيتي، ما نكونوش بدك الرغبة ولا كونسنتراسيون ولا موتيفاسيون اللي جعلنا أننا نترجمو الفرص اللي جاونا. حقيقة أن جاونا فرص كتير، ولإني كنرجع أنا هاد الشيء هذا بأنه ما تترجموش لواحد الرغبة اللي اون موتيفاسيون انترانسيك اللي ما كانتش بالحجم اللي تسمح لنا أننا نديرو مقابلة كبيرة. وعلاقة دائما بالمسابقات القارية، قاد الرباعي المغربي بقيادة الحكم رضوان جيد المباراة الهامة ضمن الهلال السوداني والأهلي المصري، والتي تأهل الفريق المصري من هذه المواجهة التي عرفت احتجاج كبير من طرف محبي فريق الهلال السوداني. المباراة قاد الحكم رضوان جيد باقتدار. نستمع لي محمد المجة الحكم السابق ويتكلم عن كيف قاد الرباعي المغربي هذه المباراة. بالنسبة للمقابلة اللي قادها الأهلي المصري والهلال السوداني واللي قادها الرباعي المغربي بقيادة رضوان جيد ومساعدة الحسن أزقا ومصطفى أكركاد والحكم الرابعي كان عادل الزراق، فمنذ خروج التعيين ديال هذه المقابلة والحكام المغاربة تعرضوا لشتى أنواع الضغوطات، شتى أنواع الاستفزازات من طرف الفريق السوداني اللي حاول إيراس الاتحاد الإفريقي من أجل التغيير، لأنه ولف واعتاد على مجموعة ديال الحكام اللي يمكن كيديروا معهم ممارسات لغير معهودة، الشيء اللي ما لقاوش في الرباعي المغربي. على العموم أنه العطاء ديال الرباعي المغربي كان في المستوى الكبير، كان كبير، شجاعة كبيرة ورباطة الجأس رغم الظروف الأمنية اللي عاشوها والضغوطات اللي عاشوها طيلة أطوار المقابلة. الهدف اللي سجل الفريق المصري لم يكن لاعب متسللا، لأنه ما حاولوا يلعبوا على التسلل، لأنه دائما بعض الحكام الأفارقة كيديروا دائما كم حاجة قضيناها بتركيها، إلا أن الحكم مساعد أزقا وكان متموضع بشكل جيد وكان مركز مع الحالة وخلاها استمرت. كذلك في الدقيقة 78 عرفت اقتحام ديال الملعب من طرف الجماهير وتدخل أمني، ورغم ذلك الضغوطات كاملة فالرباعي المغربي لم يخضع لها، وبالتالي على العموم أننا يمكننا أن ننوه بالتحكيم ديال الرباعي المغربي، يمكننا أن نصفقوا عليه بحرارة، لأنه بالنسبة لي أعطى واحد المثال كبير لكل الحكام الأفارقة وخصوصا الحكام المصريين. يشار إلى أن الفرق المغربية ستتعرف عن خصومها يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير في منافسات دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ونعود إلى البطولة الاحترافية والنتائج مباريات نهاية الأسبوع. أولمبيك ريبغا يتعادل مع المغرب التطواني بهدفين لمثلهما. الدفاع الحسني الجديد يفوز على يوسف برشيد بهدفين لهدف واحد، فيما التعادل هدفين لمثلهما في مباراة رجاء بني ملال وفريق نهضة الزمامرة. وبرنامج مباراة
مباريات وسط الأسبوع يوم الأربعاء بداية من الخامسة، فريق الرجاء الرياضي يستقبل أولمبيك خريبكا بمركب محمد الخامس بداية من الخامسة زوالا، فيما الحسنية يواجه اتحاد طنجة في نفس اليوم بداية من السابعة، ويوم الخميس هناك مباراة سريع واتزم الوداد الرياضي بداية من الثالثة، فيما في السابعة مساء مباراة المغرب التطواني والنهضة البركانية، ونختم بنتائج الجولة السابعة عشر من البطولة الاحترافية للقسم الوطني الثاني. النتائج جاءت على الشكل التالي: الاتحاد البيضاوي يفوز على الكوكب المراكشي بهدف دون رد، فريق وداد تمارا يفوز على شباب المحمدية بهدفين لهدف واحد، اتحاد سيدي قاسم الشباب الريف الحسيمي هدف لمثلي، المغرب الفاسي يفوز على الشباب السالمي بهدفين لصفر، اولمبيك تشيرا يفوز على الوداد الفاسي بهدف دون رد، شباب اطلس خنيفرة ينتصر على فريق النادي القنيطري بهدفين لهدف واحد، وهذا الاخير ينفصل عن مدربه عبد الواحد بن حسين، فيما جمعية سلا تعادل مع الراسينغ بهدف لمثلهما وهدف لمثله في مباراة الاتحاد الزموري خميسات ومضيفي شباب بنقرير. مع على مستوى الترتيب فالراسينغ والمغرب الفاسي في الصدارة ب 30 نقطة، المركز الثاني الشباب السالمي ب 28 نقطة، فيما المركز الثالث شباب المحمدية ب 27 نقطة، فيما في دائرة الترتيب المركز 14 الكوكب المراكشي ب 18 نقطة، المركز 15 اتحاد سيدي قاسم ب 11 نقطة، والمركز الأخير شباب الريف الحسيمي بنفس التنقيط 11 نقطة. ونختم بخبر أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة سيواجه منتخب أنغولا يوم الأربعاء ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، والتي تجرى بالعيون المدينة المغربية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور، على أمل اللقاء بكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. MTGS معا بروح رياضية.